بعد قليل أنا ومجموعة من أعضاء الشعب البرلمانية إن شاء الله مسافرين إلى جنيف لعدة اجتماعات مع الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي والرئيسة لعدة أسباب. السبب الأول، سنذهب دفاعا عن سمعة الكويت تجاه عدة شكاوى من أطراف مختلفة وجهت لنا كبرلمان كويتي، في شكوى موجهة من الصهاينة، في شكوى من نائب سابق، وفي شكوى من نائب حالي، وسنذهب إلى هناك دفاعا عن سمعتنا وسمعة بلدنا وسمعة برلماننا، وواثق كل الثقة بأني قادر مع أخواني على تفنيد كل الاتهامات اللي موجودة في هذه الشكاوي، وأيضا بثقة البرلمانات العربية طلب مني أن أمثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماعها مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومع أعضاء اللجنة التنفيذية، وهذا ما سيتم.